شلون عرفت تاب؟ شلون عرفت عن تاب؟ تاب؟ أذكر اللي كنت أتعامل معهم حق الويب سايت قالوا لي إذا ممكن إحنا نساعدك. The owner of my company is the owner of TAP. And they said we have the service where we can make things easier for you for payments. صار لنا سنتين مع شركة TAP والحين داشين بالسنة الثالثة. صار لنا سنة الحمد لله وخلال هاي السنة ما شاء الله عندنا 600 فاتورة. كبزنس اونر اتعامل مع الاهل. يجيك يقولك انا بدفع كاش. بس اللي صار هالسنة في دخول TAP معاي يقولون يبغى دزلي اللينك وانا ادفع اونلاين الحين لا تحول راسي خلصني. ابي ادفع بسرعة. اقدر ادش ودز وسوي شغلي حتى وانا واقف بالسيارة. شيء وايد مثل ما يقولون من ناحية الدفع امورك كثير وايد طيبة. لا لا جد جد انت ما تدرون قبل احنا ايش كنا قاعد نسوي. انه يطلب من مطاعم وما يدفع.